الموسم ال11 عباقرة المدارس ومباراة الحقيقة مش مبسوط منه. ليه بقى؟ لأن الأداء النهاردة التوتر مؤثر عليه، وأنا كنت بقول لهم في الفاصل أنتوا قاعدين عاملين كده، أنتوا الاتنين المدرستين مخدودين كده في إيه؟ عايزين نعمل حلقة حلوة وأنتوا في التصفيات عملتوا كويس وجيتوا الاستوديو، جاوبوا بقى. اتفقنا؟ هفكركم بالنتيجة. النتيجة غريبة شوية الحقيقة. مدرسة جمال عبد الناصر الفيوم 50، مدرسة يوسف السباعي مصر الجديدة القاهرة 15. يوسف السباعي عندنا تغيير واحد، رحمة عصام رجعت مكان روان شريف، وتغيير واحد في مدرسة جمال عبد الناصر، محمد عادل رجع مكان أبانوب سامي. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. محمد جمال ورحمة عصام، رحمة عصام ومحمد جمال، ورحمة هتبتدي الأول. محمد جمال تفضل عند سليم، هتسمع أغنية وترجع لها تاني. رحمة تعالي مكاني. يعني لو أنت قاعدة هناك ومتوترة، طب هتعملي إيه هنا بقى يا ترى؟ الأسئلة مش صعبة، مش تبقى عارفة، الأسئلة سهلة، بوعدك إنها أسئلة سهلة إن شاء الله. محمد جمال أخباره إيه؟ تمام. تحت الضغط كاونتر. من هي الفنانة السورية صاحبة أغنية منازل؟ صباح. غلط. في أي دولة آسيوية يقع جبل تاكاو؟ سورية. تاني بس. في أي دولة؟ من هو أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية؟ واشنطن. صح. في أي دولة نشأت رياضة السامبو؟ بس. ما هو الرمز الكيميائي العنصر القصدير؟ بس. من هو الكاتب الإنجليزي صاحب مسرحية أنطونيو كليوباترا؟ شكسبير. صح. كم عدد حروف كلمة أمنيات؟ ستة. صح. ما هي اللغة الرسمية لدولة أوكرانيا؟ إنجلش. غلط. من هي الفنانة المصرية التي قامت بدور لينا في فيلم الرهينة؟ نور. غلط. ما هي عاصمة دولة تايلاند؟ بانكوك. في الثانية الأخيرة يا رحمة إجابتك صح. الحمد لله. برافو عليك. كم إجابة صح؟ تلاتة. أربعة. أربعة. حتى دي غلط. حتى دي إجابة خاطئة. يعني أعمل إيه طيب؟ مش مركزة والله. تفضلي. مش مركزة؟ يعني حتى لو بتجاوبي صح بتجاوبي غلط، أعمل إيه طيب؟ سليم عايزين محمد جمال ينضم لينا من فضلك. يا نهار أبيض، مع إن في أسئلة تتجاوب في ثانية. محمد جمال تعالى مكاني. تحب تعرف رحمة عملت إيه ولا لأ؟ لا أنتظر للآخر. تنتظر للآخر. الميزة في الموضوع إن أنا سألت العشر أسئلة. تحت الضغط كاونتر. من هي الفنانة السورية صاحبة أغنية منازل؟ أصالة. صح. في أي دولة آسيوية يقع جبل تاكاو؟ اليابان. صح. اليمن. من هو أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية؟ جون كندي. غلط. في أي دولة نشأت رياضة السامبو؟ سامبو البرازيل. غلط. ما هو الرمز الكيميائي العنصر القصدير؟ الأزرق سي بي. غلط. من هو الكاتب الإنجليزي صاحب مسرحية أنطونيو كليوباترا؟ شكسبير. صح. كم عدد حروف كلمة أمنيات؟ أمنيات سبعة. غلط. ما هي اللغة الرسمية لدولة أوكرانيا؟ الإنجليزية. غلط. من هي الفنانة المصرية التي قامت بدور لينا في فيلم الرهينة؟ لينا في غدا بس ياسمين عبد العزيز. ما هي عاصمة دولة تايلاند؟ ياسمين عبد العزيز. تتحسب لك. تتحسب لك ليه؟ لأن أنت قلت الإجابة فوق صوتي وانا بقول السؤال بتاع تايلاند. السؤال بتاع تايلاند صح. يبقى تتحسب لك. تعالى مكاني. يبقى في الحاله دي كم اجابه صح؟ اربع اجابات. كده يبقى اربع اجابات صحيحه مقابل اربع اجابات صحيحه. تعال نشوف الاسئله اللي ما جاوبتش السهله جدا. في اي دوله نشات رياضه السامبو؟ اليابان. في روسيا. ما هو الرمز الكيميائي لعنصر القصدير؟ سي. S-N. ما هي اللغة الرسمية لدولة أوكرانيا؟ الأوكرانية. اللغة الأوكرانية. برافو عليك. ما انت بتجاوب اهو، انت واقف جنبي هادي اهو. وده آخر سؤال ما تجاوبش. كلنا نحيي محمد جمال ورحمة عصام. رحمة عصام ومحمد جمال اتفضلوا. النتيجة اتغيرت
والأسئلة كانت سهلة وطار منكم نقط، والنقط دي هتندموا عليها. جمال عبد الناصر كنتوا كام يا محمد؟ كنا 50 وأربع إجابات صحيحة بقيتوا 70. يوسف السباعي كنتوا 15 و20 نقطة، أربع إجابات صحيحة بقيتوا 35. الفقرة اللي جاية لو النقاط راحت لمدرسة جمال عبد الناصر أعتقد المهمة اتحسمت أو مهمتكو هتبقى مستحيلة. خلينا نشوف. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء 25 نقطة للمدرسة واحدة بس، محمد جمال وغيداء علاء. غيداء علاء ومحمد جمال، وحنشوف السؤال الأول والهدف الأول لمدرسة مين. 70 و25 كام؟ 70 و25 95. سهلت المأمورية على مدرستك. 35 و25 كام؟ 60. رجعت مدرستك تاني في المباراة. هنشوف السؤال الأول. مغامرة في الصحراء هو كتاب لمفكر وطبيب مصري راحل، فمن هو؟ اتنشرت سنة 1969. مفكر مشهور جدا. محمد حسنين هيكل. محمد حسنين هيكل طبيب. إجابة خاطئة. مصطفى محمود. دكتور مصطفى محمود. الهدف الأول. دكتور مصطفى محمود الهدف الأول لأحمد ربيع ونوران. نوران وأحمد ربيع وهدف بلا مقابل. السؤال الثاني قدرات ذهنية. جاهزين؟ لا. السؤال الثاني. حل المسألة الآتية. 25 في 5 زائد 20 في 2 يساوي كام؟ 215. إجابة خاطئة. إجابتك 145. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة كام؟ 165. بالظبط كده، بالظبط كده. سؤال سهل جدا جدا جدا، هتندموا على الأهداف دي. السؤال الثالث. محمد عادل وسلمى. سلمى ومحمد عادل. طبعا يا سلمى لو جاوبتي صح يبقى معاكوا هدفين، رجعت ب 25 نقطة وبقيتوا 60. محمد عادل عايز يتعادل. السؤال الثالث. فنون. من هو الفنان المصري المعاصر الذي قام بدور محسن في فيلم التوربيني؟ كان بطولة شريف منير وهند صبري. أحمد رزق. أحمد رزق الهدف الأول. أحمد رزق الهدف الأول، هدف مقابل هدف. آخر سؤال. نادر ورحمة. رحمة ونادر. 70 و25 95 35 و25 60. السؤال الرابع. معلومات عامة. من هو الرئيس الإفريقي الذي سمي تأثير الذاكرة الكاذبة الجماعية نسبة له؟ نيلسون مانديلا. نيلسون مانديلا الهدف الثاني. نيلسون مانديلا الهدف الثاني. وهارد لك يا رحمة، وبرافو عليك يا نادر، رجعت ب 25 نقطة وبكده النتيجة 95. جمال عبد الناصر الفيوم 35. يوسف السباعي القاهرة. المباراة النهاردة غريبة جدا، المدرستين قلقانين، بيشاركوا لأول مرة، أدائهم ما كانش زي التصفيات، في هيبة للموقف، عشان كده ده أثر على مستواهم جدا. الهدف الأول. لما نزلت فكر ضربات الجزاء كان لازم أتعادل، شكلت النتيجة 1-6 والحمد لله تعادلت وديت المسؤولية للي بعدي.
كان عندنا فرصه نبقى احسن، وكان ممكن نجاوب على اكتر من نص الاسئله، وكانت عندنا ان شاء الله الفقره الجايه نعدل السكور عشان نخرج من الماتش بشكل احسن. المباراه صعبت جدا على مدرسه يوسف السباعي، جمال عبد الناصر بقى عندهم فرصه اكبر في التاهل لدور ال 16. خلينا نشوف عجله الحظ هتودينا فين، ومين اللي هيقدر يرجع في المباراه ويكمل. خلينا نشوف ونكمل ماتش. مهمتكم صعبت جدا جدا جدا. الفقره الاخيره بتغير نتيجه ماتشات، ولكن الفرق بقى كبير. هنشوف. هنخرج فاصل وهنرجع مره تانية مع اخر فقره، فقره عجله الحظ والعباقره. وبكده طلاب مصر جمعوا 65 نقطه في فقره تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطه ب 2000 جنيه بما يساوي 130,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 260,000 جنيه في خزنه البنك الاهلي لتطوير المدارس الحكوميه في مصر.